دلوقتي هنروح لمنى عشان تطمننا على حالة الطقس بالتفصيل ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي منى. جو لطيف قوي النهاردة يا شاذلي ومستمر معانا لغاية يومين ثلاثة كده، وبعدها بقى نبقى نشوف ايه التغيرات الجوية اللي ممكن تكون بتحصل، بس اجمالا يعني الجو النهاردة لطيف جدا. عظيم. طيب شكرا جدا يا منى. عفوا. اتفضل. خلينا نشوف هيئة الأرصاد بتقول ايه. بتتوقع ان النهاردة الطقس يكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والجو هيكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الطقس هيكون بارد على كافة الأنحاء، والنهاردة هيكون في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. هيكون كمان في فرص أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجة الحرارة المتوقعة النهاردة في بعض المحافظات وعواصم المحافظات. نبتدي من القاهرة اللي العظمى فيها 25 والصغرى 15، الإسكندرية 22-13، مطروح 20-12، سيوة 19-9، بورسعيد 22-14، دمياط 22-13، الإسماعيلية 25-14 والسويس 25-12. العريش العظمى فيها 25 والصغرى 12، كاترين 22-8، طابة 26-12، شرم الشيخ 29-16، الغردقة 29-16، الفيوم 25-12، بني سويف 25-11، والمنيا 25-10. كل ما بنتجه جنوبا درجات الحرارة بترتفع. بالليل بنلاقي درجة الحرارة في أسيوط العظمى 26 والصغرى 11، سوهاج 28-11، قنا 29-12، الأقصر 30-13، أسوان 30-14، الوادي الجديد 29-9، شلاتين 30-16، أما حلايب العظمى فيها 28 والصغرى 16. خلصنا كده استعراض درجات الحرارة، نرجع تاني لشاذلي والهدير ونكمل فقرة. اتفضل. شكرا ليك. بنشكرك كمان.